جيد يساعد في قطع الكرة. ممكن هابي، ممكن كرة التعادل. تنفيذ جيد للضغط العالي. ماني، ألم مع ليونيل ميسي. مستحيلة هذه اللقطة، شوف الكرة اللي غيرت مسارها، خدعت الجميع، لمسة واحدة بعدت الكرة، كم ممكن تسجل هدف في اللقطة الماضية؟ إيمانويل بيتي، كرة بتصل وبتعدي بالخط الخلفي، كرة هدف محقق، لكن الحارس يقول لا، ردة فعل استثنائية. برافو حارس المرمى. استغرب قليلا من قيام المدرب باستبدال هذا اللاعب بالنظر للاداء الاستثنائي اللي قدمه في هذه المباراه، لكن ربما ايضا لراحته. أنطوان غريزمان، 9 دقائق تفصل عن نهايه المباراه، دقائق قليله تفصل عن النهايه. شوف المدرجات كيف تشتعل، شوف الدعم، شوف الحافز للاعبين، البحث عن التعادل في الدقائق الاخيره. فرصه للعرضيه، كريزمان عد الفرصة في هذه اللحظات، افتكاك ممتاز في 18، الفارق هدف واحد ونحن نقترب من صفرة النهاية، 5 دقائق متبقية، لم تنتهي ولم تحسم الأمور. ليو ميسي، المدافع يتدخل في الوقت المناسب، ينهي هذه الفرصة. تمريرة تذهب إلى خارج الملعب ولم يتماس. شوف العودة إلى الخلف، يحاول الحصول على الكرة. غريزمان يجد نفسه مجبر على العودة إلى وسط ملعبه لأن فريقه لا يتجاوز نصف الملعب تقريبا. يسترد الكرة في منطقته. رافائيل فاران، دقيقتين كوت بدل ضايع. ميسي يتمركز بشكل سليم، يتدخل ويستعيد الكرة. آخر فرصة للعودة في النتيجة. الله على مستحيل، أي سيناريو، أي جنون، من قال أنها انتهت؟ من ظن أنهم خسروا؟ ها هم يردون عليه، يقولون نحن هنا، التعادل في الوقت القاتل. في الوقت اللي ظن فيه الكل بأنهم قد خسروا المباراة، ها هم يعودون ويسجلون هدف التعادل في الوقت بدل الضايع. مباراة ندية، مباراة كانت قوية، لكن فشل فيها الفريقين. حكاية مستمرة هنا بين الفريقين مع بداية الشوط الأول من الوقت الإضافي. والكرة مع ماتيوس. وسام بن يدر، ملعوبة إلى غريزمان. كانت فرصة في هذه اللحظات لكن ضيع الكرة. فرصة لكرة مرتدة. يا لها من فرصة كانت للتسجيل، كان عندي إمكانية للتسجيل لكن لم يستغلها، ونجح حارس المرمى في الاختبار وأنقذ الكرة. تسديدة ممتازة للتقدم. يا لعيب، يا مجنون، يا فنان، يا أخي أنت كيف تلعب؟ كيف تلعب؟ شوف كيف حطها.
نستأنف المباراة مرة أخرى بعد ما قدمت لنا هذه المباراة وجبة كروية دسمة مليئة بالأهداف. أنطوان غريزمان، الكرة تصل لغريزمان، البناء هادي حتى الآن لهذه الكرة، ما فيها تسرع بالرغم من أن النتيجة ليست في صالح الفريق. كرة سهلة بيلتقطها الحارس. بوتي، ملعوبة إلى مبابي، يتقدم للأمام، تدخل وقطع للكرة في وقت حاسم. وسام بن يدر، ممكن محاولة مرتدة خاطفة الآن، كانت فرصة لكرة مرتدة لكن الكرة بتتخلص في النهاية. وسام بن يدر، ممكن استغلال المساحة في طرف الملعب. يا الله، فرصة للتعادل، تقطع الكرة عن طريق بوسكيتس. ساديو ماني، كرة بترجع لبن يدر، فرصة من جديد لكرة التعادل. يا الله، يعود بفريقه إلى المباراة. الآن ينتهي الشوط الإضافي الأول والتعادل مستمر بين الفريقين. نبدأ الآن الشوط الإضافي الثاني وآخر 15 دقيقة في عمر المباراة. كرة في مكان خطير، الكرة مع مبابي، والفرد ساها. يا لعيب يا لعيب، يا الله على هذا الهدف، دخل منذ قليل، لم ينتظر كثيرا، لم يكن بحاجة إلى الوقت، وضع الكرة في الشباك. أي تبديل، أي عصا سحرية يملكها هذا المدرب، رائع كان هذا اللاعب في تلك اللقطة. هدوء كبير في بناء الهجمة بالرغم من تأخر الفريق في النتيجة. كرة بتصبح في سيطرة الفريق المنافس. ويلفريد زاها، تمريرة بعد تمريرة بعد تمريرة. يا سلام، هذا الكلام، انظر إلى كرة القدم الآن. 8 دقائق على نهاية الوقت الإضافي. جيمس تافيرنيه، ملعوبة إلى ميسي، نقل الكرة باتجاه الهجوم، ممكن تكون الفرصة الأخيرة للتعادل. لباقي حتى الآن 5 دقائق على نهاية المباراة. امبابي ينطلق على الطرف في المساحة، نقولو كانتي، سيرجيو بوسكيت، ساديو ماني، جيمس تافيرنيه، وسام بن يدر. فرصة للتعادل، كرة للتعادل الآن، الكرة في المرمى، بطل اليوم، بطل الهاتريك. أي مباراة، أي أداء، أي روعة، أي احتفالية، أي أجواء، أي لاعب أسطوري، مباراة لن ينساها أبداً. يبحثون عن تسجيل هدف التقدم في فرصة قد تكون الأخيرة. بيخلصها، بيخلص الخطورة عن مناطق قريبة جداً، لعبها قصيرة في اللحظة الماضية، يأخذ الكرة في منطقة خطيرة جدا. بعد ما فشل الفريقين في حسم المباراة على مدار، اللاعب يتأهب لتنفيذ أول ركلة ترجيحية. الله على التصدي، حارس المرمى في المكان المناسب، تصدي وردة فعل سريعة.
من يسجل من كل الأوضاع، لن يهدرها من علامة الجزاء. تنفيذ ممتاز من اللاعب، خلص اللي عليه، سجل في هذه اللحظات. توقع ممتاز من حارس المرمى، يبعد ركلة الترجيح. يا رباه يفشل في إرسالها للمرمى، تنفيذ سيء لركلة الجزاء، كان الارتباك واضح عليه قبل التسديد. يا رباه ضاعت الكرة، ضاعت اللقطة، في المرمى، في المرمى، مسجلا بركلة الترجيح. ثقة كبيرة، خبرة السنين، وداها وين والحارس وين والفريق ناوي على وين، حولها إلى الشباك. ركلة ترجيح حساسة للغاية، لو ضاعت لن تكون هناك فرصة أخرى. أوهو، الحارس يتصدى، حارس المرمى يظهر ويثبت وجوده بهذا التصدي. فرصة خطيرة الآن، آخر فرصة للعودة في النتيجة. الله على تنظيم، مستحيل، أي سيناريو، أي جنون، من قال أنها انتهت؟ من ظن أنهم خسروا؟ ها هم يردون عليك يا جيمس تافيرنيه، بيلعب الكرة، آخر فرصة، كرة بترجع لبن يدر، فرصة، جيمس تافيرنيه، وسام بن يدر، فرصة للتعادل، كرة